اليوم بأبو تشير، شرفني سالفتك وشلون موضوع التعويضات؟ والله حسب ما انطقت السوالف وقعت على غالي أبو تشير. زين، أنا واحد من المتضررين وقع بيتي، لما رحت وقدمت يقولوا يقدمون لي ورقة، رحت المركز الشرطي يعطونا بس 25,000 دينار. 25,000 دينار شو اسوي بهن 25,000 دينار؟ يعني شو اسوي بهن 25؟ انا بيتي وقع علي، بس انا حاليا يعني مو بالبيت، وانا عندي 6 جهات وكل اللي اتمنى فراغ، لا عندي راتب لا وظيفه لا كل شيء، يعني كل شيء ما عندي. زين، شلون مرة طريقه التقديم على 25,000؟ قالوا تقدم ورقه شنو الاضرار اللي عندك بالبيت. زين، كتبت الاضرار، شنو الاضرار؟ كتبت الاضرار انما سقف واقع، الجام، كل شيء، يعني ماكو، بيتي كله وقع. زين، رحت لما قدمت اي هاي 25,000 ورق. زين، انا 25,000 شو اسوي؟ 25,000 دينار 1000 دينار عراقي. عراقي، اي زين، اعطوني 25 بالمركز. بالمركز قلت لا حول ولا قوه الا بالله، خليتهم عفوت وطلعت. ما اخذت 25؟ ما اخذت 25. 25,000 بعد ما دمرت بيوتهم بأبو تشير بسبب العتاد اللي موجود داخل المناطق السكنية، و 25,000 تعويض للي وقع السقف عليه واللي تعرض على بيته، وهذول جهال، وهذول عائلته جهالة. يوم العيد، أول أيام العيد، أول يوم العيد.